من جديد بنصبح عليكم مشاهدينا ومشاهداتنا، وأولى فقراتنا سنتحدث عن جمعية مهندسي الإلكترونيات والكهرباء والمختصرة باختصار IEEE. هي منظمة وجمعية غير ربحية عالمية من أجل تطوير وتعزيز التكنولوجيا المتعلقة بالمعلومات في العالم، وتمتلك ما يقارب 400 ألف عضو في هذه الجمعية. للحديث أكثر عن هذه الجمعية وإنجازاتها معنا هنا رئيس جمعية IEEE الطالب أويس نواهضة من جامعة فلسطين التقنية خضور. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح التكنولوجيا والمعلومات والإلكترونيات. صباح الخير. صباح الخير لك أويس. يعني بداية، ماذا تعني أو ما هي جمعية IEEE، والتي طبعا باللغة العربية تعني جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات؟ يعني في البداية هي اختصار لـ Institute of Electrical and Electronic Engineer. عبارة عن جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في العالم. هاي الجمعية عبارة زي ما أنت تفضلت وحكيت جمعية غير ربحية، مقرها في نيويورك. أسسها المخترع الشهير الكبير جراهام بيل، كان مع إديسون، كان مع نخبة من المخترعين. تمت هاي الجمعية عن طريق اندماج جمعيتين في أمريكا عام 1963، اللي هي جمعية مهندسي الكهرباء وجمعية المهندسين الإذاعيين. فصارت هي جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في العالم. بدأت هاي الجمعية في تخصص الكهرباء والإلكترونيات. بعدها بدأت تتوسع حتى شملت تقريبا جميع أنواع الهندسة، جميع تخصصات الهندسة، من حاسوب، من طاقة، من ميكاترونيكس، ميكانيك، تقريبا صارت تشمل جميع تخصصات الهندسة. بالإضافة إلى حتى تخصصات العلوم وما إلى ذلك. طبعا الIEEE هي تعتبر أضخم، يعني خلينا نقول هي عبارة عن أضخم جمعية علمية على مستوى العالم، بتوفر أكبر مكتبة بحث. يعني تقريبا أي طالب بحاول يعني يقدم مشروع أو ما إلى ذلك بقدر بقدر يستفيد من الIEEE ويحصل على مصادر موثوقة. طبعا بتوفرها الجمعية لأعضائها بأسعار مخفضة، تعقد حوالي 830 مؤتمر على مستوى العالم سنويا. طيب يعني أويس، جميل جدا، احنا بنحكي عن شيء على مستوى العالم. لكن كيف كانت بدايتكم كطلاب من جامعة فلسطين التقنية للخوض والاشتراك مع مثل هذه الجمعيات العالمية؟ طبعا الكل بيعرف فلسطين كيف وضعها شوي صعب، بما انه غير معترف فيها كان قبل، والوضع لسه يعني حتى العالم نفسه ما بينظر الى فلسطين نظره انه نظره الدوله وما الى ذلك. فحاولوا انه هون في فلسطين، يعني مشكورين من دكاتره ومن اساتذه انهم يوفروا هاي الجمعيه في الجامعه. فتم الموافقه على انشاء مش سكشن لفلسطين، سب سكشن، جزء من قطاع صغير يعني. فبدات هذه الفكره في جامعه النجاح وجامعه يعني، وتم تاسيس الفرع هناك، وبعدها عرض على الجامعات الفلسطينيه اللي تمسكت بهاي الفكره. وهي الان موجوده في 5 جامعات فلسطينيه. صار جامعه او خلينا نحكي انه هون عندنا بفلسطين، او في خضوري في طول كرم، كان عندنا الطالب محمد مساد والطالب بهاء جلامني وانا كأويس نواهضة. احنا الثلاثه عملنا على تاسيس هاي الجمعيه في الجامعه، قدمنا أوراقها للجامعة. الجامعة في البداية طبعا كاسم غريب، أول شيء أنه أخذت وقت للدراسة يعني، واستمرت تقريبا حوالي فصل. بعدها في سنة 2012 الجامعة أعطتنا الموافقة وأعطتنا الدعم على تأسيس هاي الجمعية، وصارت عندنا في تقريبا خلينا نقول 1/1/2012 فرع في جامعة فلسطين التقنية خضور. يعني هذا إنجاز لفلسطين بشكل عام، وأيضا لجامعة فلسطين التقنية خضوري. لكن إذا ما تحدثنا عن يعني أبرز إنجازات الجمعية فيما يتعلق بالمشاركات، ربما في المؤتمرات، كان لها مشاركة في المؤتمر الأول لمجتمع الطاقة في العالم في تركيا، وأنتم شاركتم في هذا المؤتمر. بالنسبة للمجتمع الأول للطاقة في أنقرة في تركيا، طبعا قبل ما احكي عن خلينا نقول عن المؤتمر، بدي احكي شيء، لانه في الIEEE في عباره عن تخصصات وتدرجات، يعني لسه كمان في مجتمعات داخل الجمعيه، يعني كانها جمعيات داخل الجمعيه. منها مثلا جمعيه الطاقه. جمعيه الطاقه عملت اول مؤتمر لها على مستوى العالم، شارك فيه حوالي 60 عضو من اعضاء الIEEE اللي مهتمين في الطاقه. احنا من جامعه فلسطين التقنيه خضوري طبعا، وجامعه مشكوره وفرت لنا الدعم كاملا. طبعا هذا ياتي ضمن رؤيه الجامعه كيف انهم يعني يطوروا ثقافه طلابهم ويدمجوهم في العالم، في الواقع العملي اكثر. كنا ثلاث ممثلين، انا والدكتور سامي السعدي، بنوجه له كل الاحترام واكيد، واخونا وزميلنا علي بلبل، احنا ثلاثه طلعنا ومثلنا الجامعه في هذا المؤتمر. طبعا اللافت في الموضوع انه كنا 8 اشخاص من فلسطين.
يعني كانت فلسطين صاحب التمثيل الأكبر، وهذا إذا جميل، بدل على إشي بدل على إنهم يعني على عندنا إنه طاقات بالضبط، وإبداع. صحيح، نعم إنه عندنا طاقات وعندنا إبداع وعندنا اهتمام في هذا المجال العلمي، وإنه إحنا ناس إنه قابلين إنه بالعكس إنه إحنا نتطور ونستفيد بشكل كبير. بالنسبة لهذا المؤتمر نعم. طبعا هو عرض مستقبل الطاقة في العالم، كيف إنه اليوم إنه إحنا طاقتنا الآن مهددة في تقريبا في النفاذ، يعني الواحد الآن إذا كبس كبسي على الضوء وما ضوى الضوء في عنده مشكلة راح يصير، صحيح، وجواله وما إلى ذلك، ففينا وبنخاف كثير على هذه تماما الطاقة والكهرباء. 100% لأنه إحنا ارتبطنا في هذه الطاقة وصعب إنه نتخلى عنها. فأتى هذا المؤتمر بيتكلم عن الطاقة يعني الموجودة حاليا، وبلش يحكي عن الرينيبل انرجي اللي هي الطاقة المتجددة، إنه شو هي مصادر الطاقة اللي ممكن إحنا كعالم نبحث عنها. طب أويس، يعني من خلال المؤتمر ومن خلال اللقاء اللي جمع عدة دول، وأنتم كممثلين لفلسطين في تركيا كنتوا، يعني قديش ممكن تطبيق مثل هذه الدراسات أو مثل هذه النقاشات في فلسطين على أرض الواقع، خاصة لما أنت بتتحدث عن الطاقة المتجددة؟ إحنا بنلاحظ في بعض المناطق أو المدن الفلسطينية هي بالفعل حدث نحو استخدام الطاقة المتجددة، لأنه إحنا ممكن بين اللحظة والثانية نهدد بانقطاع نعم لهذه الطاقة. تمام. طبعا هذا المؤتمر قدم عبارة عن دراسة للبحث في الطاقة المتجددة. طبعا البحث كمادة ضخم جدا، لأنه أنت زي ما بتعرف إنه الطاقة الموجودة حاليا هي طاقة رخيصة، يعني طاقة أرخص من الطاقة المتجددة. طاقة صحيح، الشمس مثلا طاقة غير دائمة، طاقة الرياح، طاقة المياه، ما إلى ذلك. فعندنا في فلسطين إحنا إنه خلينا نقول احنا بنحتاج الى دعم كبير حتى ننفذ مثل هذه محطات، المشاريع. نعم بالضبط، محطات زي محطات الطاقه نعم. وتوليد الطاقه المتجدده. لكن مثلا في امور كثيره بنقدر نعملها، يعني مثلا احنا في فلسطين ما في بيت يخلو من سخان شمسي، اي مصادر طاقه، احنا وهذا بنستعمل كمان طاقه. ممكن بصراحة يوفر علينا على المدى الطويل. تمام 100%. ففي مجال انه لا انه احنا نستعمل الطاقه المتجدده، لانه الطاقه المتجدده مش حكر على حدا، وفي عندنا لسه في عندنا كفاءات بفلسطين ودكاتره يعني قامت بابحاث رهيبه في الطاقه، وبنستطيع وبنقدر انه لا انه يعني انه نعمل محطات لتوليد الطاقه. ممكن الشمس في اريحه، ممكن خلينا نحكي وهي عن بالفعل متواجدة نعم في منطقة موجوده في اريحه. الأغوار، احنا يعني تماما شاهدنا وجود خلايا شمسية بشكل كتير كبير، نعم خاصة انه بنعرف الجو الريحة وهناك اكيد اكيد حار هم جدا. نعم بالاضافه منه مثلا ممكن ان نستعمل الطاقه العضويه اللي هي الناتجه عن تحليل النفايات وما الى ذلك. صحيح، ففي عندنا اكيد يعني يعني في إمكانية تطبيق في مناطق مختلفة بما طبعا يتلائم وظروف البيئة الموجودة في هذه المنطقة. 100% خصوصا انه العالم جميعا الان يتجه نحو الطاقه المتجدده. يعني احنا اللي شفناه انه اهتمام العالم في الطاقه وتاسيس الاي تربل اي لمجتمع للطاقه، هذا بيدل على انه المستقبل للطاقه، من يملك الطاقه يملك القوه في العالم. وبالتالي ممكن هناك أيضا قد يكون تخوف من أنه إحنا نوضع في خانة اليك بسبب أنه انقطاع لهذه الطاقة اللي حاليا إحنا بنستخدمها، فكبديل ممكن نلجأ لطاقة الشمس أو لطاقة الرياح أو العضوية. طيب، شاركت جامعة فلسطين التقنية خضوري للسنة الثالثة على التوالي بمسابقة اي تريبل اي اكستريم فالعالمية بثمانية فرق، طبعا شاركت في هذه المسابقة لمدة 24 ساعة متواصلة على مستوى الجامعات العالمية. حيثيات هذه المسابقة كيف كانت على مستوى 24 ساعة، وشو هي بالضبط هذه نعم. المسابقة؟ بالنسبة لمسابقة الاي تريبل اكستريم، هي أكبر مسابقة برمجة على مستوى العالم. بكون مسؤول عنها طبعا عبارة عن شركات ضخمة في هذا المجال، نعم، بتوجه للطلاب الاي تريبل اي على مستوى العالم أسئلة برمجية. هذه الأسئلة قد تكون حل مشاكل للشركات نفسها، نعم، زي مثلا شركة لونوفو طرحت مشكلة عندها، فتخيل إنه حوالي طبعا 2700 فريق شارك فيها على مستوى العالم، كل فريق فيه 3 أشخاص، فإحنا بنحكي عن حوالي أكثر من 7000 مشارك. هذول 7000 مبرمج قاعدين بيفكروا لحل مشكلة لونوفو، فهذا دليل على إيش؟ على طريقة تفكيرهم الإبداعية، كيف إنهم ياخذوا منك شيء بإشي اسمه مسابقة، هم يعني يستفيدوا وأنت نسخر تستفيد مية في قدراتهم في المية حلول ممكن نعم لشركات عالمية. تماما. فمسابقة الإكستريم هي عبارة عن أكبر مسابقة، مدتها 24 ساعة مباشرة أونلاين طبعا عن طريق الإنترنت. بشارك فيها جميع خلينا نقول جميع أعضاء الاي تريبل اي مسجلين في هذه المسابقة، كل في مكانه. هذا نعم، الشيء الجميل في الموضوع، إنه الواحد مش بحاجة إنه يطلع على مختبر أو يطلع على كذا، هو موجود في مكانه بيمثل بلده من مكانه في هذه المسابقة. يعني مثل ما احنا بنشاهد بعض نعم الصور اللي تمام خلال مشاركتكم في هذه المسابقة تماما وبوجود الدكتور سامر السعد، اكيد بنوجه له نعم تحية أكيد لأنه لابد من وجود مشرفين ذوي
تساوي كفاءة من أجل الاستمرار في مثل هذه المسابقات. طب أويس، كيف هذا الاشتراك في مثل هذه المسابقات العالمية على مستوى العالم خلينا نقول تركت بصمة أو أثر إيجابي سواء في حياتك العملية أو حتى الجامعية؟ تمام، بس قبل ما أتجه لهذه النقطة بدي أحكي عن الشباب الموجودين هون. الشباب اللي من ثلاث سنين بيشاركوا، طبعا شباب الصبايا مش فاهم حدا شزال الجندر أكيد إننا ثلاث سنين بنشارك في هذه المسابقة. نعم، في المرة الأولى جبنا مرتبة 819 على مستوى العالم من أصل 2400 فريق. المرة الثانية من أصل 2600 فريق جبنا 618. اليوم من أصل 2700 فريق جبنا 220 تقريبا. فهذا دليل على إيش؟ دليل على التطور اللي احنا بنحكي عنه. نعم. الاستفادة اللي حققوها طلابنا صدقا، إنه يعني أنا لما السنة الماضية لما تعاملت مع الشباب بحكي لي شاب قال لي أنا من اليوم ده بلش أشتغل على نفسي مشان السنة الجاي أجيب مرتبة أعلى. في تحفيز يعني 100%. وبالفعل يعني هذا الحكي يعني إحنا وجدنا أثره، يعني التطور الرهيب من 200 مركز أول مرة كويس، لكن التطور هاي القفزة 400 مركز فهذا شيء كبير بالنسبة لنا، خصوصا إنه إحنا جامعتنا تخصص الحاسوب فيها لسه يعني السنة الماضية أول دفعة تخرجت منه، إحنا لسه ما بنملك الخبرة والكفاءة زي ما بتمتلك الجامعات الثانية. أنتوا بالفعل يعني كان لكم بصمة في سواء المشاركات هذه أو حتى يعني خلينا نقول على مستوى الإبداع في المشاريع اللي أنتوا قدمتوها مشاريع التخرج. تمام، الحمد لله رب العالمين بهاي النقطة. أكيد يعني دليل على إنه الطالب اللي في جامعتنا مستوى عالي جدا، لكن أنا بقول إنه ممكن اللي بنقصنا إحنا كطلاب يعني حتى بفلسطين بشكل العام انه احنا بدنا نهتم بالجانب العملي والجانب التطوعي ايضا مثل هاي الجمعيات اكثر. طبعا بالنسبه لي انا شخصيا انه انا كيف استفدت من الاي تربل اي، يعني وجودي مجرد وجودي هون اليوم انا حديثي عن هاي الجمعيه هذه فائده، خروجي على تركيا وتمثيل بلدي اكيد هذا انجاز كبير بالنسبه لي، وقوفي امام الناس وتحفيزهم على التقدم تقديم معلومات لهم تقديم شيء بفيده في حياته العمليه. نعم. هذا شيء انا بعتبره في قمه يعني قمه الانجاز أكيد. بالنسبه لي، وهذا انا ان شاء الله رب العالمين اللي بعمل عليه. طبعا ان شاء الله هاي اخر سنه لي في الجامعه واخر فصل راح يكون لي انا كرئيس الجمعيه، لكن رح تستمر في عطاء اكيد طبعا. لا كويس، يعني هذا العطاء أو هذا الإبداع هو بحاجة لمن يحتضنه، هل هناك مؤسسات داعمة يعني بشكل متوفر أم فيه صعوبة في احتضان مثل هذه الإبداعات؟ تمام، طبعا إحنا كانت في البداية مشكلتنا الأولى إنه كيف نقنع الجامعة إنه إحنا شيء مفيد شيء مؤثر على الأرض. الحمد لله رب العالمين أقنعناهم، فالجامعة اقتنعت فينا بشكل كامل وقدمت لنا الدعم، قدمت لنا يعني التسهيلات في إنجاح نشاطاتنا وفعالياتنا. لكن بالنسبة مثلا على الواقع الموجود عندنا هون شوي في طول كريم، احنا زي ما حكينا قبل انه وياك تحت الهواء انه ما في مؤسسات كبيرة في طول كريم انه ممكن ترعى هيك جمعية علمية او أنشطة كبيرة على مستوى عالم. نعم. يعني لكن احنا مثلا لجأنا لبعض الشركات اللي زي مثلا شركة كهرباء القدس في أريحة قدمت لنا دورات مجانية سعر الدورة 2900 شيكل، فهذا كان إنجاز كويس. هون في طول كرم أنا يعني بما أني موجود هون أنا يعني بطالب من المؤسسات والقائمين على المؤسسات إنهم عن جد يتوجهوا لدعم أنشطة الطلاب مش بس الاي تربل اي، لا أي نشاط تاني. يعني جمعيتنا اليوم في حوالي 6000 طالب، هي عبارة عن سوق كويس للماركتينج والتسويق واستقطاب كمان هذه الإبداعات اللي موجودة فيها وقدراتهم استغلالها. وغير هيك طبعا كمان المستفيد الأول دائما من دعم الشباب هو المجتمع، هم أكيد يعني هم راح يستفيدوا بشكل كبير. في أفكار كثيرة عندنا تحتاج إلى الدعم، وصدقا ممكن أنا عندي فكرة من سنتين مش لاقي الدعم المناسب إلها، لكن هذا الحكي مش معناته انه راح اتخلى عن فكره، انا مش راح اتخلى عنها ابدا ان شاء الله بالمين راح انفذها. راح نقنع الناس. طبعا هون بيجي الدور علينا احنا كيف انه نقنع المؤسسات وكيف نقنع الجمعيات الموجوده هون في طول كرم او موجوده حتى بفلسطين انه احنا فعلا الناس نستحق ان ندعم. أكيد يعني دائما وأبدا لا حدود للإبداع، ولنتذكر أنه لا ضرر إن قمنا برفع سقف الطموح لدينا وأن يكون لدينا الجلد على الإصرار والمثابرة من أجل الوصول وتحقيق هذا الطموح. يعني أويس، إحنا ذكرنا وقلنا سابقا صباح الإلكترونيات وصباح الهندسيات، وأنا بالفعل بتمنى لك النجاح والتوفيق والاستمرار في هذا العطاء وهذا النفس اللي أنت ماشي فيه. وشكرا لأويس نواهضة رئيس جمعية اي تريبل اي، حابب اضيف شيء؟ انا اكيد اسمح لي اشكر طبعا تلفزيون الفجر، تلفزيون الفجر تقريبا كان معنا في جميع الانشطة وهذا شيء طيب وشيء احنا بنثمنه كجمعية اي تريبل اي في جامعة خضوري لتلفزيون الفجر. استضافتي اليوم هذا شيء رائع وجميل، انا سعيد جدا بتواجدي يعني سعيدين. معاكم وتواجدي معك انت خاص نصف استاذ وفاء،
فشكرا لكم جدا من الأعماق، زي ما قالوها شكرا بحجم الكون على عطائكم. نتمنى إن شاء الله رب العالمين انكم تستمروا أكثر إن وأكثر شاء إن شاء الله الله رب إحنا العالمين. مستمرين بوجود مثل هذه الطاقات إن شاء البشرية الله الرائعة. دائما. شكرا لك الطالب أويس نواهضة، رئيس جمعية IEEE أكيد في جامعة فلسطين التقنية خضوري. إذن هذه أولى محطاتنا في برنامج صباح الخير التي تحدثنا فيها عن الإبداع وعن التفوق وعن التميز على مستوى العالم. مستمرين في فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.